بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد للقاء زملاء في مؤتمر افتراضي Virtual Conference اسمه عقود المشروعات الإنشائية الفرص والتحديات. موضوع اليوم عن مصادر وأسباب المنازعات في عقود التشييد، وهو موضوع شغلني لمدة سنوات طويلة نتيجة ازدياد هذه المنازعات في عقود التشييد في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، وحاولت أبحث في الأسباب وما هي مصادر هذه المنازعات. من أين تنشأ؟ هل تنشأ من العقد، من مستندات العقد؟ هل تنشأ من إدارة المشروع؟ هل تنشأ بأسباب عدم اختيار الأطراف المناسبة للعمل في المشروع، وهكذا وهكذا. بسم الله نبدأ. نتكلم اليوم عن المطالبات، تعريفها، ما هي أسباب نشوء المطالبات، وعن مصادر نشوء هذه المطالبات، وإذا في وقت إن شاء الله نتكلم عن طريقة التعامل معها. من الأشياء المهمة التي وجدتها في صناعة التشييد أنه قبل بداية المشروع بفترة طويلة ممكن أن نبذر بذرة نزاع. متى؟ عند اختيار الأرض، عند اختيار الأرض غير المناسبة، عند اختيار الأرض البعيدة التي ليس فيها خدمات، صعبة الوصول، وكذا وكذا وكذا، سيئة التربة، وكل هذه مشاكل عند اختيار الأرض. إذن مجرد اختيار الأرض ممكن أن تبذر بذرة نزاع لن تظهر إلا أثناء التنفيذ. أيضا عند اختيار المصمم، إذا اخترنا أرخص مصمم أو مصمم ليس متخصص في المشروع أو مصمم ليس صاحب خبرة في العمل المطلوب أو سيء النتائج، معروف عنه أنه ليس مصمم جيد، في هذه الحالة نحن نبذر هنا أيضا بذرة نزاع. أيضا نفس الشيء عند اختيار المشرف، المشرف على المشروع، مهندس المشرف، سواء اسمه استشاري أو اسمه كذا، فهذا أيضا إذا اخترنا أرخص الأسعار راح تكون النتيجة إن أنت بهذا تبذر بذرة نزاع، سوف تكتشف مشاكلها بعدين. تماما. أيضا عند اختيار المقاول، حسن اختيار المقاول من أنسب الأشياء التي تقي من الوقوع في المنازعة. إذا اخترنا أرخص مقاول، إذا اخترنا المقاول غير المتخصص، إذا اخترنا مقاول عنده حمل كبير في العمل، في مقاول يستطيع أن يقوم بأعمال بمليار ريال، طيب إذا اعطينا له مشروع إضافي على المليار ريال فالحمل عليه سيكون ثقيلا. في هذا احنا نبذر بذرة نزاع في المشروع وقد يظهر فيما بعد عند التنفيذ او بعد التنفيذ. ايضا عند رصد ميزانية المشروع، وهي شيء مهم، كثير من الجهات الحكومية او الخاصة تضع ميزانيات للمشروع بنصف قيمته مثلا، بينما ويحاول التعامل مع هذا في المشروع إما بتخفيض بعض الأشياء أو شيء من هذا القبيل، وهذا يسبب إرباك هائل، وبهذا برصد ميزانية أقل من المطلوب بذلك إحنا نبذر بذرة نزاع كبيرة. أيضا
عند اختيار أقل العروض لهؤلاء الثلاثة. من المشاكل الأخرى هي كثرة التعديل، وكثرة التعديل هذه تسبب مشاكل كبيرة جدا. كثرة التعديل هذه تنشأ بسبب اختيار الأرض أو باختيار المصمم أو مشاكل قد تكون في المقاول، هذه تحتاج كثرة التعديل في العمل أثناء سريان مدة المشروع. أيضا المسألة الأخيرة في بذرة النزاع هي إهمال حل المنازعات أولا بأول. ناس كثيرين يؤجلوا حل المنازعات إلى نهاية المشروع، وهذا ليس صحي بالنسبة للمشروع، وإنما تأخير حل المنازعات يجعلها تتراكم ولا تختفي ولا تصغر، ولكنها تكبر وتصبح ككرة الثلج تزداد حجما وقد تنفجر في أي وقت في المشروع وفي أطرافه. إذا شفنا هنا أسباب اختلاف أطراف العقود، لماذا يختلف أطراف العقود بنظرة شمولية؟ إن الطبيعة البشرية فيها هذا الاختلاف، الطبيعة البشرية فيها نوع من الاختلاف. يعني الملائكة لا يختلفون ولا يتعبون ولا كذا، لكن البشر طبيعتهم البشرية فيها هذا الاختلاف. الشيء الثاني هو اختلاف الأهداف بين الأطراف. المالك يهمه أقل ما يمكن من التكلفة وأعلى ما يمكن من الجودة وأقل ما يمكن من الوقت، لا يهمه سمعته إذا كان جهة حكومية، ولا يهمه علاقاته المستقبلية مع المقاول، ولا علاقاته المستقبلية مع الاستشاري، ولا شيء من هذا. المقاول عنده أهداف أخرى، وهذا مما يسبب المشاكل والمطالبات في العقود. أن المقاول هدفه أن ينتهي في أقل وقت بأكبر ما يمكن من الربح وبالجودة التي يقبلها المالك والاستشاري، ليست أعلى جودة لكن الجودة التي يقبلها هؤلاء المالك والاستشاري. المقاول يهمه أيضا من أهدافه علاقته مع المالك، يهم سمعته. فاختلاف هذه الأهداف بين الأطراف تسبب هذه المشاكل. الاستشاري مهمته في غالب الغالب إرضاء المالك وليس إرضاء المقاول، تهم سمعته وتهم أيضا علاقاته بالأطراف المالك، وإذا كان في ممولين أو شيء من هذا القبيل. السبب الآخر بعد ذلك هو التهاون في التعامل الجدي والمهني مع المشاريع. مشروع يكون كبير وقيمته 20 30 40 مليون دولار، تجد انه ما اختاروا مهندس ويعتقد انه المقاول هو الكل في الكل وكذا وكذا، وبعدين يقعوا في المشاكل من ناحية المنازعات والمطالبات. التعامل الجدي والمهني مع المشاريع نتيجة أن بعض الملاك ليسوا على مستوى العمل ويريد أن يدير بنفسه مشروعه، وهذه خطوة هائلة جدا في طريق المشاكل والمنازعات. أيضا طبيعة صناعة التشييد وتعقيداتها. صناعة التشييد هي عبارة عن صناعة معقدة جدا، وكثير من الكتاب كتبوا أن صناعة التشييد هي أكثر صناعة فيها مخاطرة، فيها ريسك، وهذه الصناعة معقدة جدا لأنها تتعامل مع البشر بكثافة، تتعامل مع الأموال بكثافة، وتتعامل مع الوقت بكثافة. وأحيانا يكون هؤلاء الأطراف أكثر من ذلك بكثير، يكون المقاول وراء 20 مقاول باطن، صحيح هم ليس لهم علاقة بالمالك لكن يزيدوا من هذه المشاكل، والاستشاري قد يكون جهة واحدة وقد تكون عدة جهات، المالك أيضا وراءه إما ملاك لهذه الشركة أو الدولة، قد يكون هناك أيضا ممولين، قد يكون هناك رقابة أو شيء من هذا القبيل. البند الآخر هو الثقافة العامة للمجتمع، لأنه في مجتمعات تحب الاختلاف وتذهب إليه، وفي مجتمعات
تبعد عنه وتحاول تحل مشاكلها بقدر الإمكان. مثلا منها المجتمع الياباني، مجتمع مسالم عادة، بعكس المجتمع الأمريكي الذي يحب الدخول في المنازعات والذهاب للمحاكم ولأبسط الأسباب. أيضا الأنظمة والقوانين المعمول بها هل تساعد على حل المشاكل وإنهاء المطالبات سريعا، ولا هذه الأنظمة تعقد ذلك على الأطراف الذين يريدون إنهاء المشروع وإنهاء النزاعات؟ الآن سنتكلم عن علاقة الجودة والزمن بالتكلفة. الجودة على اعتبارات معينة هي مفروض الالتزام بما هو موجود في المواصفات. هل كلما زادت الجودة يزداد السعر؟ في بعض الأقوال أنه نعم، في بعض الأقوال أنه الجودة ثابت constant ولا يتغير، فبالتالي الذين يوافقون على هذا المبدأ أنه التكلفة قد ترتفع مع ارتفاع الجودة. أيضا بالنسبة للزمن، الزمن هو مختلف تماما عن المنحنى الخاص بالجودة، وهو أنه هناك في فترة مثلى لتنفيذ المشروع، فلنقل مثلا 30 شهر. إذا رتبنا لأقل من ذلك ستزداد الأسعار والتكلفة، وإذا أخذنا هذا المشروع بعد هذا الوقت فأيضا ستزيد التكلفة. وفي الحالات كلها إنه ما هو الوقت المناسب للتنفيذ، الوقت الأمثل، وما يسبقه أو ما يليه كلها تزيد في تكلفة المشروع. بالنسبة للتوازن المطلوب في أهداف المشروع، عندنا 3 أهداف رئيسية: الالتزام بالوقت، والالتزام بالتكلفة، والالتزام بالجودة. عادة يكون لكل مشروع نقطة مثلى، أقرب للوقت، أقرب للتكلفة، أقرب للجودة، أو متوازنة في النصف. هناك أيضا معيار آخر لم أذكره هنا، وهو السلامة والأمن، وهي من الثوابت وليس هناك داعي للبحث فيها لأنها من المعطيات، given، من الأشياء الثابتة constant. فبالتالي هناك نقطة مثلى لكل مشروع هنا، وهذا مما يؤثر على المطالبات والمنازعات في المشروع. فإذا كان الموضوع مهم جدا أن ينتهي في وقت سريع، معناته يمكن لن ننظر كثيرا للتكلفة، أو لن ننظر في موضوع الجودة أيضا. نتكلم سريعا عن مصادر نشوء المطالبات والمنازعات في صناعة الإنشاءات. هذه المصادر تتنوع، ممكن تكون مصدر المطالبة والمنازعة أساسه اختيار استشاري غير مناسب، سواء في التصميم أو سواء في الإشراف أو سواء في إدارة المشروع لو كان هناك مدير مشروع. أيضا سوء اختيار المقاول ينشأ منه مطالبات كثيرة، مقاول غير كفء أو غير مناسب للمشروع، قد يكون مناسب لعمل ما في المقاولات وليس مناسب لعمل آخر. يعني ببساطة مقاول للأعمال الإسفلت ما راح يكون مناسب إن هو يبني مستشفى. أيضا اختيار مقاول غير صاحب خبرة،
لم يثبت ذلك، وليس عنده مقدرة مالية مثلا، وغير صاحب كفاءة إدارية. الكفاءة الإدارية هذه جزء مهم جدا من العمل الآن، لأنه مطلوب أنه هو يبحث في مستنداته، مطلوب أنه هو يكون عنده كل المراجع وكل الأحداث تكون فيها مستندات documented وكذا وكذا وكذا. في مشكلة تنشأ من العقد مثلا، من شروط العقد مثلا ليس هناك تعويض للمقاول عن تأخير المالك في التسديد، دي شروط عقد مشحر، لكن هي دي بتسبب كثير من الملاك يعتقد ان هو اذا كتب هذا خلاص يعني ان هو في امان. المشكلة انه مشروعه لن ينتهي في الوقت، ربما ليس ضمن الميزانية. الكميات احد المشاكل التي تحدث فيها منازعات كثيرة جدا، اذا كان العقد لمسم او غير لمسم، كان يونيت ريت سعر الوحدة، ففي كل الحالات الكميات غير المحسوبة بشكل دقيق ستكون مصدر لهذه المطالبة. المواصفات العامة والمواصفات الخاصة أيضا ممكن تكون مصدر للمنازعات إذا لم تكن جيدة، إذا كانت متقاربة، إذا كان وهكذا وهكذا وهكذا. اللي ما رح يكون في العقد، لو افترضنا أنه العقد ممتاز جدا وما في أي مشاكل، ممكن يكون في عندنا مشاكل في تنفيذ العقد. مثلا عدم الالتزام بتسديد الدفعات بانتظام، حتى لو العقد جيد لكن عدم الالتزام ده راح يسبب مطالبات ومنازعات. عدم تسوية المطالبات في وقتها، وعدم الاحتفاظ بالسجلات الكافية، هذه كلها أثناء تنفيذ العقد قد تسبب مطالبات وقد تسبب نزاعات وخلاف. الشيء الأخير هي مشاكل خارج ما سبق، مثل إيه؟ مثلا أنظمة جديدة ظهرت، هذه قد تسبب مشكلة. هل العقد يغطي هذا ولا ما يغطي هذا؟ هذا موضوع مهم جدا. تغيير الأسعار، هل العقد يبحث في موضوع تغيير الأسعار؟ ولا بالطريقة القديمة إنه الأسعار ثابتة حتى لو المشروع تمدد إلى ما لا نهاية. مشاكل العمالة، أحيانا وجود عمالة أو نقص العمالة أو مشاكل مع جنسية بعينها أو شيء من هذا القبيل. على فكرة في المملكة العربية السعودية في فوق ما يفوق عن 100 جنسية تعمل في صناعة التشييد، فأحيانا بعض الجنسيات تكون منعت من الحضور للمملكة ومنعت من العمل وهكذا، فأحيانا تكون مشاكل خاصة بالعمالة وأحيانا تكون مشاكل إضرابات أو خلاف ذلك. تذبذب العملات أيضا موضوع مهم جدا، ولازم يبحث في العقود وما نغفل عنه. القوة القاهرة أيضا مهمة جدا، وليس فقط تسمية القوة القاهرة، ولكن ماذا لو حدثت قوة القاهرة كيف نتعامل معها، هذه نقطة مهمة جدا. وأحيانا تقلبات جوية شديدة، ولكن الحمد لله في المملكة العربية السعودية ليست هناك تقلبات جوية شديدة إلا في النادر، في مناطق معروفة في العالم عن تقلبات جوية شديدة، مثلا الساحل الشرقي للولايات المتحدة، البحر الكاريبي وجنوب شرق آسيا، لكن الحمد لله منطقتنا ليس فيها تقلبات جوية شديدة. طيب الآن نتكلم على سياسة التسعير مقابل المخاطر التي نتوقع حدوثها. في ثلاثة أنواع من الطرق الحسابية لحسابات المقاول، إما أنه بيكون الطريقة هي cost plus، قيمة القيمة زائدا مبلغ، أو unit price unit rate اللي هو سعر الوحدة، أو lump sum اللي هو بالمقطوعية. ما إذا قسنا الريسك على الثلاثة أفراد اللي بيتعاملوا أو الثلاثة الجهات التي تتعامل في المشروع، الانجينير الكوست بلس عليه ريسك عالي جدا، واليونت ريت وسط، واللامسم
أقل ريسك على المهندس. فبالتالي المهندس لازم يحسب أتعابه لها علاقة بأي طريقة حساب سنأخذ فيها العقد. إذا هياخد كوست بلس معناته مسؤوليته كبيرة والريسك عليه كبير، والعكس بالنسبة للمصنع. دائما اليونت بريس هتكون في موضع وسط. بالنسبة للمقاول اللمسم خطير جدا عليه. اليونت برايس مسألة في الوسط، والكوست بلس الريسك عليه، المخاطر عليه قليلة جدا. المالك نفس طريقة الانجينير لكنها بقيمة أعلى. الريسك على المالك في الكوست بلس عالي جدا ومنخفض جدا في اللمسم ومتوسط في اليونت بلس. إذن مطلوب من كل مالك أو مقاول أنه قبل ما يعرف تكلفة المشروع لازم يعرف طريقة الحساب، وبالتالي نسبة الريسك اللي راح يتحملها كل طرف، وبالتالي يأخذ هذا في الاعتبار عند تسعير المقاولين له وعند قبول الملاك لهذا التسعير. هناك اتجاهات جديدة في صناعة التشييد ظهرت في الفترة الأخيرة، منها مثلا التحول الى الخصخصة PPP، هذه Private Public Partnership، المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص. هذا الـ Private Financial Initiative، المبادرة المالية من القطاع الخاص. فإذا هي تمويل من القطاع الخاص للبنية التحتية. هذا اتجاه جديد في صناعة التشييد. هل يؤثر سلبا وإيجابا على المطالبات والمنازعات؟ نعم، بالقطع له تأثير. في أفكار جديدة في صناعة التشييد ظهرت، منها مثلا موضوعات الشفافية. الآن العقود يعاد كتابتها على مبدأ الشفافية، يجب أن يكون كل شيء معروف عند كل الأطراف، ما في جهة تغطي على شيء أو تمنع المعلومات عن الطرف الآخر. مسألة التعاون، نفس فكرة PPP لكنها بشكل أكبر في موضوع تفاصيل العمل. هذا التعاون أفكاره اسمه collaboration، الذي يحب يبحث في المصادر الإنجليزية اسمها التعاون. هذا يعني ضم جهود جهة المالك وجهة المقاول وجهة الاستشاري في منطقة واحدة، وينتج عنها العمل كفريق وليس كفرقاء متضادين. المسائل المناخية أصبحت مهمة جدا الآن، ونحتاج أن احنا نبحث فيها، هل هي راح تساعدنا في حل المنازعات أو ننتبه للمشاكل التي ستنشأ منها. البناء الأخضر الآن مواصفات جديدة وكذا وكذا، وأنظمة جديدة وقوانين تخدم هذا الفكر، فيجب ألا يكون عقدنا متصادم مع هذه الأفكار. موضوع محاربة الفساد موضوع مهم جدا، وأصبح يعني نقطة هامة جدا لكل الملاك أنهم ينتبهوا على موضوع محاربة الفساد، سواء من الملاك سواء من المقاولين سواء من الاستشاريين وهكذا وهكذا. موضوعات الاستدامة جزء من البناء الأخضر، أو البناء الأخضر جزء من الاستدامة، موضوعات مهمة ويجب أن ننتبه لها. وهل ستضيف إلى مشاكلنا ومنازعاتنا أم يمكن الاستفادة بها دون الوقوع في المشاكل؟ موضوعات الأمن والسلامة في موقع العمل وفي أي موقع آخر تتم فيه تجميع أعمال خاصة بالموقع مهمة كبيرة الآن، وأصبح موضوع الأمن والسلامة موضوع شاغل للملاك وللاستشاريين وللمقاولين، خصوصا مع تضخم المشروعات. بعض المشروعات فيها 10,000 عامل، 20,000 عامل، 30,000 عامل، مثل مشروع توسيع مطار جدة كان فيه 30,000 عامل. مشروع مثل جبل عمر في مكة يوما ما كان فيه 30,000 عامل. مسألة الأمن والسلامة مسألة مهمة ومطلوب بحثها بشكل كبير جدا حتى لا تسبب لنا مشاكل. موضوعات عن المسؤولية المهنية وزيادة التنافس، انخفاض الأرباح حسب
الحالة الاقتصادية للبلد التي يتم فيها إنشاء المشروع. كل هذه استمرار نقص العمالة، تحول بعض الأعمال إلى الروبوتس، وهكذا وهكذا. هذه كلها يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع الأفكار والعقود وتفاصيلها، حتى لا نتصادم مع هذه الموضوعات. تركيز المسؤولية في طرف واحد، single point of responsibility، هذا مطلب أصبح ملحا عند كثير من الملاك، أنه يريد كل شيء يكون عند المقاول في طرف واحد، يعني لا يريد مقاول ومصمم مستقلين، لا، كله في. ويمكن أحيانا في بعض المشروعات يكون كمان المقاول هو الممول. تركيز المسؤولية في طرف واحد هي شيء مهم جدا. ما هي الاتجاهات الجديدة في موضوع المطالبات؟ الآن أصبح الاعتماد كثيف على البرامج الحاسوبية، برامج التخطيط والبرمجة، برامج التكاليف، حساب التكاليف وخلافه، حتى يثبت بها مطالبة أو تنفى بها مطالبة، وهذا اتجاه جديد، الاعتماد الكثيف على البرامج الحاسوبية وزيادة المطالبات المبنية على العلوم الحديثة والردود عليها. قبل 30 سنة لم يكن هناك ناس كثير يعتمدوا على البرامج الحاسوبية في تقديم مطالباتهم. الآن أصبحت هذه المسائل أيسر، وأصبحت هناك زيادة في المطالبات المبنية على العلوم الحديثة، والردود عليها أيضا يجب أن تكون بنفس المستوى. في خبراء يعملوا في هذا الحقل اسمهم، يقوموا بما يسمى forensic analysis، يعني تحليل دقيق من الناحية الهندسية للبحث في تفاصيل المطالبة أو دحض هذه المطالبة. ظهور الاتصالات الكوميونيكيشنز في المشروع كعامل مهم في نشوء المطالبات. ما هي منظومة الاتصالات داخل المشروع بين الأطراف وبين كذا وكذا وكذا وكذا؟ هذه الآن ممكن إدارتها عن طريق الحاسوب الكمبيوترز، وهذه قد تؤدي لتحسين عمل الفورنسيك أناليسز العاملين في المطالبات وإثباتها أو نفيها. زادت المطالبات خصوصا المزيف منها مع زيادة النشاط العمراني، يعني في المملكة العربية السعودية قبل 10 سنوات كان عندنا 30,000 ترخيص لمساكن للأفراد، الآن وصلنا 90,000، يعني في زيادة 3 أضعاف عن قبل 10 سنوات. فبالتالي مع زيادة هذا النشاط العمراني زادت المطالبات، وأحيانا بعضها مزيف، لكن يقوم الجماعة حقون الفورنسيك أناليسيز بإثبات أو نفي هذه المطالبات، وإثبات إذا كانت مزيفة أو حقيقية. ظهور أنواع جديدة من المطالبات لم تكن موجودة سابقا، خصوصا مع تطبيق عقود العالمية مثل عقد فيدك أو العقود الأخرى. وهذه العقود تعطي للمقاول مطالبات لم يكن يعرفها سابقا، سواء مطالبات التعويضات، مطالبات بتمديد المدد، أو مطالبات بالمصاريف الثابتة والأرباح وخلافه. ليش عندنا مطالبات كثيرة في عقود التشييد؟ أحد أسبابها الرئيسية هو انعدام التوازن في بعض عقود التشييد. ليش ما عندنا توازن؟ لأن الناس يقدموا أهدافهم ومصالحهم لطرف على ما سواها من معايير. المالك يريد أن يفرض هيمنته وإدارته وكذا وكذا، بغض النظر عن أي شيء آخر، فيصبح العقد منعدم التوازن وتبدأ تظهر منه المشاكل بالقطع. أحيانا المالك زي مالك المشروع هيمنته على التعاقد، كما في حالات مشروعات الدولة، يعني أنت لا تستطيع أن تناقش العقد، ولكن
عليك الالتزام بما يقدمه لك صاحب المشروع، فبالتالي ليس هناك توازن بسبب هذه الهيمنة. أحيانا سوء الصياغة وانفراد مهنة واحدة بصياغة العقد، يعني إما انفراد مهندس بكتابة العقد دون الرجوع لمحامين أو محاسبين، والعكس أيضا صحيح، قانوني يكتب العقد دون النظر للنواحي الفنية والهندسية وخلافه. فإذا أحيانا سوء الصياغة وأحيانا انفراد مهنة واحدة بصياغة العقد. أحيانا عدم معرفة فوائد التوازن اللازمة لعقود التشييد. إحنا نعمل لصالح المشروع وليس فقط لصالح أطراف المشروع اللي هم المالك والمقاول والاستشاري. عدم معرفة هذه الفوائد المهمة لعقود التشييد تسبب انعدام التوازن بشكل أو بآخر. ما هي أنواع التوازن التي ذكرناها؟ أولا التوازن في المخاطر، ثانيا التوازن في الحقوق، وثالثا التوازن في المسؤوليات، التوازن المالي أيضا، والتوازن الإداري. كل هذه أنواع توازنات مهمة جدا يجب أن تكون موجودة في أي عقد. أشكركم كثيرا على استماعكم، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وصل جزء من هذه المعلومات واستفدتم بها، والسلام عليكم.